اليوم زيارتي لكم. أتمنى أن نعيد تنظيم الجيش وفق توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة وكذلك معالي الوزير. احنا الظروف فرضت علينا انه نشكل العديد من التشكيلات، ظروف الحرب هذه. الان احنا ولله الحمد في حالة من الاكثر استقرارا، فان الاوان ان نبدا ببناء الجيش وفق المراحل القادمة وماذا يتطلب للبلد، ان نعيد تنظيم الجيش بأكمله. ولهذا على عاتق مديرية التنظيم ومديرية التخطيط التعاون المشترك لإكمال العقيدة العسكرية للجيش العراقي وفق عقيدتنا السياسية، وإعادة هيكلة الجيش من قبل مديرية التنظيم. طبعا هذا من راح يجي؟ راح يجي من دراسة واقع الجيش للسنوات من 2004 ل 16 سنة الماضية، وندمجها مع الخبرة اللي اكتسبناها بمحاربة تنظيم القاعدة أولا ومن ثم داعش. هذه كل الأمور راح تبنى من قبل دائرة العمليات تحديدا بمديرياتها اللي هي مسؤولة عن هذا العمل. أتمنى بأقرب وقت مديرية التنظيم تقدم الهيكلية العامة للجيش العراقي وماذا تقترح للمستقبل.